أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: قرأت لكم في كتابكم شرح العقيدة الواسطية عند الكلام على صفة الإرادة والمشيئة بأن الإرادة الكونية ترادف المشيئة، لكن قرأت لابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية بأن المشيئة مشيئتان كونية وشرعية، والسؤال: هل قول ابن كثير رحمه الله صحيح؟ وهل هناك نعم، المعروف عن أهل العلم أن المشيئة لا تنقسم إلى قسمين، إنما هي مشيئة واحدة وهي المشيئة الكونية، هذا المعروف عند أهل العلم. فإذا وابن كثير من أئمة السلف إذا كان أنه ذكر دليلا على ذلك أنه يؤخذ قوله، أما إذا كان ما ذكر دليل يعتبر هذا فيه نظر، الله أعلم. لأن المشهور عند أهل العلم أن المشيئة لا تنقسم إلى قسمين، وإنما هي مشيئة واحدة وهي المشيئة الكونية قدرية. إنما الإرادة هي التي تنقسم إلى قسمين، الإرادة، وكذلك الإذن، الإذن ينقسم إلى قسمين: إذن كوني وإذن شرعي. إنك تهدي من تشاء كما قال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي بشرعه. فالإذن تكون شرعية وتكون كونية، وكذلك الأمر، الأمر يكون كونيا ويكون شرعيا. هذه الأمور التي تنقسم. أما المشيئة ألا أذكر أن أحدا قال إنها تنقسم إلى قسمين. فإذا كان ابن كثير رحمه الله ذكر له سلفا أو ذكر مستندا من الأدلة فهو إمام جليل بلا شك. نعم.